طيب خلينا نستعرض بعض الصور ونسمع تعليقك، واكيد دائما نحب يلا انه سمي نشارك روح في هذا سمي. التعليق. جاهزه؟ جاهزه. طيب خلينا نتكلم عن التسوق. التسوق عبر المولات ولا المواقع الالكترونيه، وش تفضلي اكثر؟ ما احب السوق. هذا رد شيف ضحى. لا لا احب السوق. في احد ما يحب السوق؟ بس ايش تحبي تتسوقي اكثر، اونلاين ما اعرف اونلاين المولات؟ صراحه يعني والله قليل مره، لانه انا انسانه احب امسك، يعني انا عندي نظر، انا ما اسمع اشوف، لازم اشوف لازم احس، احاسيسي جياشه. ايوه بس تعرفي انا احس، انا يعني زيك الى حد كبير، لكن اشعر انه التسوق عبر الموقع الالكترونيه سهلت علينا كثير من الاشياء. يعني مثلا في براند معين ارخص، اعرف مقاسي فخلاص ادخل اونلاين احجزها وكل شيء وتجيني لحد. ستوب 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 ستوب. تعرف مقاسها؟ انا كل شهر لي مقاس. هي تعرف مقاسها، انا كل اسبوع لي مقاس. يا جماعه لا، تو ماتش تو ماتش. طيب كل واحد يتكلم عن نفسه، يعني كيف اعرف مقاسي؟ انا كل اسبوع لي مقاس. انا عندي سمول وعندي ميديوم وعندي لارج وعندي اكس لارج. يعني انت في الشهر تمر على الثلاثه؟ والله ايش اسوي، الشكوى لله، اني دائما اتحمس واقول خلاص بصير ضعيفه. ما شاء الله عليكي، والله انك رهيبه والله. خلاص انا شوفي، انا اقول لكم شغله، تبين تضحكين، انا استسلمت. ايوه انا استسلمت صراحه. اي موضوع المقاسات خلاص خلاص، زي ما تيجي تيجي. يعني ممكن لو تاخرت طلبيتي اي اكون طيب ما صارت تدخل خلاص. عاد هذه مشكله اقسم بالله، ان الواحد مثلا يشتري في موسم، بعض المواقع سووا هذه الحركه للاسف انها مره مزعجه، مثلا اشتري في موسم الشتاء، دخلنا الصيف والشتاء ما لبس الشتاء ما وصلت، خصوصا المواقع اللي تكون مثلا عالميه من برا ما لها فروع هنا، ففعليا احيانا يكون مزعج الموضوع، احيانا تضيع، احيانا هم يرجعوها من غير ما يقولوا لك، فجاه تلاقي المبلغ اللي فيه. طب انا سويت حركه مره، طلبت من موقع وما ما وصلت اغراضي. أيه. ما رجعوا لي فلوس، رجعت طلبت منهم وسويت الدفع عند الاستلام، ما وصلت، قلت لهم ما ابغاها. تمزحي؟ ايش رايكم فيني؟ يا وين يا وين من جد؟ ايه شوفي، يعني يمكن هذه الحركه اسلم صراحه، انه الواحد ياخذ هذا الخيار. يا اختي مره جننوني، وانا مرتبه نفسي انه انا عندي خلاص حتجيني. الدفع عند الاستلام اتوقع تيجي بسرعه، والرغم انهم ياخذوا عليها رسوم بسيطه. والله انه احسن الدفع عند الاستلام، اضمن شيء. اضمن اضمن، اتفق معاكي انها تكون اضمن. بس انا برضو من الناس اللي احب اني اتسوق عبر المواقع الالكترونيه، لان دائما احس في تشكيله اكبر، خصوصا للمواقع اللي هي تعتمد على الاكسسوارز اكثر، في عندهم تشكيله اكبر مختلفه، الاسعار يعني تكون جدا رخيصة ومناسبة للكميات الكبيرة. حفيدتي الحين مثلا لقيت لها، يفرق المقاس، يفرق السعر، يعني يفرق 60 ريال في القطعة. أيوه. عن المحل. أيوه. بس أنا كبيرة صراحة ما أحس شيء، يعني ما تلاقي شيء مناسب. أي لا أيوه.